رئيس الجمهورية يوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء على مقترحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي المتضمنة توظيف حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه ضمن المناصب الجامعية، وهو القرار الذي رحبت به الجامعة الجزائرية. احنا كأساتذة جامعية وكأكاديميين وكباحثين نثمن هذا القرار، لأن هذه الفئة التي كرست يعني مجمل عمرها في البحث وفي البحث العلمي، فهي بحاجة إلى أن توظف في مناصب قارة في الجامعات والمؤسسات البحثية. هي خطوة إيجابية ومطلب لدى المتخرجين أصحاب الدكتوراه والماجستير اللي كملوا مسارهم التكويني الجامعي، والكثير منهم وجدوا أنفسهم في بطالة، فهذا يفتح لا محالة آفاق جديدة لهؤلاء وبشرى لهذه الفئة نتمنى أنها تتحقق في أقرب الأجل. رئيس الجمهورية أمر بمراجعة أجور أساتذة التعليم العالي والباحثين الجامعيين على اختلاف درجاتهم العلمية، والتحضير لمراجعة شاملة للقانون الأساسي لأساتذة التعليم العالي بما يتماشى مع الاستراتيجية الجديدة التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. نثمن هذا النقطة، هذا النقطة التي هي تشكل التزامات سيد رئيس الجمهورية في 54 التي كان قد تعهد عليها للأسرة الجامعية والأساتذة الجامعيين. فمراجعة القانون الأساسي خاصة فيما يتعلق بأجور الأساتذة الجامعيين هو يعكس مدى اهتمام السيد الرئيس بهذه يعني هذه الفئة. نحن كأساتذة جامعية نتفائل خيرا بالنظر إلى الوضعية المهنية والاجتماعية للأستاذ الجامعي والرفع من يعني وبالأخص الرفع من الأجور، ومراجعة القانون الأساسي للأستاذ خاصة، وهذا أيضا يعني من اهتمامات هذه الفئة. اجتماع مجلس الوزراء ركز أيضا في مخرجاته على مضاعفة الجهود لاستقطاب الطلبة في التخصصات والشعب العلمية، بالإضافة إلى اعتماد نظرة علمية استشرافية للتخلي عن النماذج التقليدية في التعليم العالي، والاهتمام أكثر بتنويع التخصصات المواكبة للتوجهات العالمية، وهي المقترحات التي لاقت جميعها ترحيبا وتثمينا من قبل المعنيين وأهل الاختصاص.